أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأستاذ الدكتور شريف صدقي على قوة التعاون الثنائي بين مصر والصين في مجال الفضاء. وفي مداخلة خاصة للتلفزيون المصري، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن عملية إطلاق القمر حورس واحد تمت بمشاركة كبيرة من الخبراء المصريين والصينيين، لافتا إلى أن القمر المصري يحمل على متنه كاميرا عالية الدقة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. الحقيقة احنا بيننا وبين الصين في تعاون كثيف جدا في مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، وأيضا ان احنا بنأسس مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. فالقمر حورس واحد الحقيقة ده بداية من مجموعة من الأقمار الصناعية اللي هي خاصة باستشعار بالبعد، اللي بيتم تطويرها من خلال مشاركة كاملة ما بين فريق من الخبراء والمهندسين المصريين وفريق من الصينيين، بهدف ان احنا بنوطن تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وان احنا بنحقق كل متطلبات برنامج الفضاء المصري.